ما بقى والو عيب داك كل شو اخوتي. المرأة الراجل الجزائرية الجزائرية التونسية التونسية مرحبا بكم. ها كورسو كنقول لكم لا المرأة الراجل مرحبا بكم تعدوا كورسو اخوتي. ساعة تبقاو تعملوه جالسين مهم عليها في الكاس اخوتي. ماشي ان شاء الله نجي فطور ديالي وعمشي نقرابر ان شاء الله عمشي نقرابر لكم كورسوس وفويا خايب داو وشني عندهم او معنا ان شاء الله. واح صباح الخير عليكم حبابي وجيراني كيما دائما كيما عاملين مزيانين ان شاء الله. غنشربوا واحد قهوه وغنمشيو لواحد بحال نقول لك مدرسه دي فكاس فيها مشين كرابار. الناس اللي باغا تعدى اسبانيولا الناس اللي باغا تعمل كاتالان عربيه فرديه وقتك كتزمم 5 اورو كيعدوا لك كيعدوا لك واحد الورقه ديالك بالتصويره ديالك وكتقرا زعما تما وفيتشات ديالك وكلشي ديالك انطونفيس. ملي كتسالى داك الكورس 3 شهور كيتيواك واحد الدبلوم باللي نتينا عملتي الكورس اسبانيولا علاش كيتيواك الدليلات وبكاتالان حتى هو. ايوا خوتي حنا جينا القهوه كما قلت لكم جبت الفطور ديالي مع القهوه ديالي ان شاء الله من هنايا كيوت كيود ما ندور هيدا هيدا كيود عند واحد بلوك ماشي تشوطي واحد بلوك واحد هي مدرسه اللي خاص ديال ميغرانتيس. انا ميغرانتي مني من الناس فهمتي بالعربيه تعرف اي واحد من اي بلد اللي بغى يتعلم اسبانيولا بالديبلوما ديالو كيقول لها بالسيرتيفيكادو كضرب معاهم 3 شهور كيتوقع داك السيرتيفيكادو. كاين اسبانيول تعلم اسبانيولا وكاين تعلم كاتالان كتخلص 5 الاورو كيتواك واحد الورقه فيها التصويره ديالك والاسم والاصل والشهر اللي داخل هنايا وكلشي. هذيك الورقه راه واكله من بزاف د الحاجات. كاين بنادم كيعرف اسبانيولا بيرو بلا سيرتيفيكادو. السيرتيفيكادو اخوتي راه اسبانيولا كتسمى. اي واحد يقول لك تعلمتي اسبانيولا كتجبد الورقه كتقول له كيف تعلمتي كاتالان بهذاك. انا بدي عمس كاتالان خلص سيرتيفيكادو وعندي سيرتيفيكادو وغنوري لكم ان شاء الله. هذا فيديو مزيون اقتصاد نمشي ونسقسي ونبحث فويا خيب دا. السلام عليكم خوتي جبت من دابا في كورس كاتالان كما كتشوفوا كاتالان كاستيانو. دابا بدا شنو عندنا في المدرسه اللي بغى خوتي يتعلم اسبانيولا ما يبقاش يدور ويدور ويمشي للباركي. اختي الراجل اي واحد كنهضر معكم كما كتشوفوني انا في كورس فوت جراند مانيت انا كنت عند الكورس رافاينا وعطوني سيرتيفيكادو في كاتالان. دابا النصيحه من عندي اخوتي والله العظيم نصيحه نقول لكم احسن حاجه تجي تعلم كاستيانو بالسيرتيفيكادو ديالك كل شيء وعاود تعد الكورس ديال كاتالان عاود بالسيرتيفيكادو احسن اخوتي. بنادم عيبقى يضيع راسو في باركيس عيبقى يضيع وقته في حاجه واحده. انا كنقول لكم في سبيل الله نو خفي سي ميلا ريزيستور الديا ديال 17 سبتمبر para las inscripciones خفي ونكونسيخو para la gente que está siempre en parque y todo que mejor que viene a aprender castellano con certificado de catalán y por lo menos puede sobrevivir en España, porque en España sin idioma no es España. Claro. Hay gente que lo pasa mal y dice que me pasa, pero si viene haciendo cursos de esta manera. Asuma que chufa, José. Sí, José. Sitio. Integra manera. Yo, José, ahora voy a curso, chufa, ahora voy a dar curso, ahora. Asuma que chufa un gran manera, asuma que chufa. خوتي نصيحة من وزارة الصحة. عتجون هنايا كتخلصوا واحد 5 الأورو فهمتي أخوتي تخلصوا واحد 5 الأورو كيعدل لك واحد الورقة بالتصويرة ديالك بكلشي وكتشبر الكورسو ديالك كتعلم اسبانيولا مي كتسالى كتشبر السيرتيفيكا ديالك سيرتيفيكاو ديالك. ها هو الأوراريو دي لاتونسيون شيوا هانتوما كتشوفوا. لا يسقسيني شي واحد يقول لي في جا كورسو اسهل بلاصه في سانتا كولوما. عندنا ميركادونا من تحت انا خصني نعاون الناس والناس يعاونوني. هي هادي هانتوما كتشوفوا الريو ها ميركادونا تعلموا اللغه وبالسيرتيفيكادو اللغه تدبر الخدمه وبالسيرتيفيكادو تدفع شي قانون ولا شي حاجه. انا كنوري لكم جراند مانيت مرحبا بكم ها الاوراريو والله العظيم. وهذه طلعت الدروج ديالو
يطلع الدروس ديالو اخوتي، نوريكم تحت من فوق هي البلاصه كيعدلوا فيها الكونسو، وعاد كيتواك السيرتيفيكاد. وحسن شنو غتبقى تما؟ ها شوف هانتوما كتشوفوا اخوتي، عنده جوج فاشادات عنده من هنايا رامي الكادونا، وها هو شنو اخوتي، ها هو فين هو، ها الدروس ديالو فين هو كتجي تحت، عنده جوج فاشادات عنده من تحت، هذا تشوف الريو، ها هو كلشو، والطريق من هنايا. بقاو معنا ان شاء الله، نتمنى يعجبكم الفيديو. تونا الليل دابا وجبتنا مع حذيفة، ان شاء الله اللي يقدر يقول لكم نصيحة للناس اللي عايشة في الغربة، لما جاي الشتوى، ما كاين ما يدار والله العظيم، أحسن حاجة نادي مع هذا الكلشو يتعلم اسبانيولا، واسبانيولا تبغى تخدم عليه، حيت اللغة هنايا تبغى تخدم عليك، علاش؟ ما قاريش الخاوة ديالي، والله ما نكذب عليك، والله ما تجيبها هنايا، كنحلف لك بالله. باين. نصيحة ديالي نعس في باركينغ، أنا نقرا نوت، نوت تعلم اللغة. وخا حذيفة كيطلبوا غير باسابور في شهادة السكنة، وعاد كيعطيوك السيرتيفيكادو. سيرتيفيكادو باللي كنتي معانا. الناس اللي بلا أوراق، كتجلس في الدار ديالو. أحسن يمشي يقرا الكورسو، راه في الصالح ديالو، غدا ولا بغينا علاش يدبر الأوراق، ما يبقاش عنده الوقت باش يقرا، عرفتي علاش؟ شتي شمن دبر الخدمة، غادي تجلس مع بطل يقول لك شني كتعرف تعمل، كتبقى تملوها، شني لا ما فهمتي. يمكنش يا صاحبي، واخا تكون صناعي ما يخدمك شي، ولكن ملي كتكون لغه اللي كيكون بنادم حريور كيهضر وكيتفاهم غادي يخدم. سمع اخوتي نصيحه قسما بالله، باركي ما عنده ما يفد اي واحد، وعاد راه ثلاث ايام في السيمانه حذيفه، وساعه كتدخل ساعه ديالك كيعطيوك الملف ديالك بالتصويره ديالك، وعاد مخزن لا وقفك كيعرفك باللي انتينا كتقرا، وعاد بروبه فهمتي. راه تبارك الله عليكم اخوتي، راه اي حاجه نقسم معكم بالعربيه نستافد منكم واستافدوا مني. هاد الكورس هذا ما بقى له والو يبدا اخوتي، انا نصيحه لكم باسابورتي شهاده سكنه 5 اورو، ودخلوا تقراو مع راسكم بحال اللي قال لك حذيفه. المراه قريشه عرفتي تخدم فلاحه، وفلاحه انا من عجبر شكون هو نكارغا ومغربي بحق لك، عندك اللغه اصدر مع الخفي. علاش حنا بزاف كنستافدوا كنضحكوا على الناس ياك حذيفه، لما كانتش عندك اللغه كيفاش تعيش هنا يا خي حذيفه؟ كيفاش غاتعيشي؟ غاتعيش مع مغاربة. غاتعيشي. وما تعرفش شهادة السكنة، ما تعرف والو. قال لك تعلم لغة قوم أمنت شرهم، يعني ملي تكون جالس وكيهضروا فيك وكيقرقروا فيك وأنت ما عارفش اللغة وما كيضحكوا عليك، ها؟ أنت ما عارف والو، فتحي فمك وبوس جايزة، ها؟ براف. ولكن ملي كتكون أنت واحد الإنسان عارف اللغة، حتى شي واحد ما يضحك عليك. والله ما يضحك عليك الخاوي. حق انت ما كتكونش عندك اللغه، كل واحد جوج ديال الناس كيهضروا فيك وانت ما فاهمش، هما كيضحكوا انت كتضحك، هما كيضحكوا عليك. يعني الواحد يتعلم اللغه صراحه. يفضل المخزن تكشي ورقه يقول لك فيرمي سبول شنو ما قاريش، يقول لك لا هاد الورقه هي تعدل باسابورتي. حق لك كنت قاري ما عيطكش، علاش نعملوا لي فتره خيريه؟ قالوا لي اخوتي قسما بالله فيرمي هاد الورقه. وشنو كانت هذيك؟ الريبيسيون كومو هيرا الروبيسيون تو بايس، عشان الروبيسيون غيصيفطوا لي طنجه، وانا خلق هنايا والله من تعتق معكم. انا انصحكم في سبيل الله باسابورتي شهاده سكنه 5 اورو، كاينه باسبانيولا كاينه كاتالان كاينه كوزينه كاينه بني اي حاجه اللي بغيتو، جراند مانيت اللي حدا ميركادونا. وتحيه لحذيفه وتحيه لكازاوي تا هو معنا، وعيشوا ما تحديش، وكل شاندوش وما زدويش، بيبا طنجاوه بيبا مغاربه ديالنا كاملين، وبيبا سانتا كروما سانتا كريريما. وشكرا بزاف، تحيه لكم، كنبغيكم دائما، لايك فرقع الجرس باش يبان لك دائما الجديد. تشاو تصبحوا على خير. ايوا خوتي الحمد لله، دابا العشيه وعملنا فيديو في الصباح على حساب الناس، باللي كاين الناس اللي ما جات فيزا هنايا، وكاين الناس اللي بزاف هنايا كاينه في اسبانيا اللي كتجي الشتوى. شنو معنى الشتوى؟ كتبدا كاريتي ما كاينه والو. شنو كاينه؟ كاينه كورسوس اخوتي، كاين كورسو اللي وريتكم يعدل لكم واحد الورقه بالتصويره ديالكم اسم الاصل بالنمره وبالنمره الباسابورتي ديالك. ما عندك شهاده سكنه وباسابورتي ما عندكش، ما عمرك تكون يكون عندك باسابورتي وشهاده سكنه، هما كيطلبوا باسابورتي. وشني كتسافر كيعطيوك 3 ايام لتنو 3 كتقرا 2 ساعات وكتعلم اسبانيولا تهضر، وعاد ملي كتفصل معاهم 3 شهور كيعطيوك امتحان، ومن كتعمل امتحان كيجيبوا لك واحد الورقه سيرتيفيكادو كيعيطوا له بها الدبلوم كيعيطوا لها. وهذاك الدبلوم اخوتي الا مشيتي لشي بلاصه ولا اي حاجه باللي راك عندك واحد سيرتيفيكادو، هذاك راه بروبا، هذاك راه بروبا مزيونه مزيونه، ديش بروبا تفتح شي قانون
تدفع بها ما عندكش الوراق هذه الخروبه تاع باللي كنتينا كتقرا باللي كنتينا كتقرا اولا هي اولا هي. واللي باقي نقول لكم اخوتي تحيه لكم وما كرهتش هذا الفيديو هذا اللي عاد تستافدوا مني ونستافد منكم حاجه صغيره هي كبيره. دائما كورسوس اخوتي كاين كورسوس ماشي اسبانيول او كاتالان كاين لكن كاين اسبانيول او كاتالان حقينا حاجه يا اخرى شنو هي تعمل كورسو ديال كوزينا تعمل كوزينا ديال ولا تعمل فونتانيرو ولا تعمل تعمل شي كورسو ديال السباغه ديال السباغه ولا تعمل شي كورسو بزاف دبني بعربيه تعرف تبقى عامل هايده ماشي مزيانه لا ليك ولا ليلو علاش 5 اورو قهوه كتزمم تعدل اي كورسو اي كورسو اللي خرج لك في عقلك اي كورسو ومي كتقول 3 شهور كيديوك واحد الحاجه اللي مزيونه ديبلوم ديبلوم اخوتي ديبلوم ديبلوم دايج ديال اللغه كيديوك ديبلوم كاتالان كيديوك ديبلوم ديال ديال الكوزينه كيديوك ديبلوم ديالها بالعربيه تعرف هاد الورقه راه مهمه مهمه بزاف ورجاء بلاصه راه في سانتا كولوما غران مانيت جحدا الريو ونتمنى اخوتي هانتوما راه تماك في باخينا فويا خايب داو كتديو باسابورتو ديالكم ودخل تزمم وبدا حياه جديده اوترا فيدا وتا واحد ما يخشيها لكم بنادم اللي ما عندوش اللغه يكون اللي يحضر اسبانيول اللي كيترجم انت ما عارفه له علاش 5 اورو الخاوه ديال ترجع اسبانيول اللي كتنتن تا واحد ما خلق معلم وشكرا بزاف وجبرتي وعندي واحد كلي بعثي سوري قالوا لي ياسين هو فين هو هذا ولد عبدو هذا جينا لواحد كلي ها هو كومو سياما ياسين هاد ميكي هذا خوتي والله العظيم جا ضعيف تهلا في ياسين شو كيفاش رجع تا هو يعمل كورسو عندي هو يعمل كورسو ديال كاستيانو نو ميكي كاستيانو كاتالان مي تشيكيتين عندك كلاب عزازين ياسين لو كيريس موتو لو كيرو كوموندو سمعتوا اخوتي قال لك كيبغي بحال بامبينو ديالو عندو عزيز ياسين كوندو بيسا سكولي خويا ليش هو كاملين اخوتي سمعتي كيهبلوا باش يوصلوا للمدرسه وتا حنا كبارين كنقول لكم حقنا نمشيو نقراو بالكورسو باسابورتي 5 اورو تا حنا نعملوا كورسو ديال البني اولا ديال الكوزينه اولا الصباغه وها هو تا هو مسكين بقى كيسمعني تا هو جلس ها هو كيشوف ياسين شوف حيوان احسن من ادم قسما بالله شوف واش كيشوف فيه دوندي ستا دوندي ستا نيني دوندي ستا نيني اي اي عندي في الدم اخوتي هاد الناس هادو نتلاقاو ان شاء الله في فيديو لي ماجي جديد وها هو عمل كورسو شبر ديبلوم ديال كاتالان وشبر ديبلوم د د د د د ميكانيكو نتمنى يعجبكم هاد الفيديو وبقاو معنا ان شاء الله في فيديو لي ماجي بيس عليكم بيس الله كنبغيكم